الحدث الأبرز بالدوري العراقي في الأسبوع الماضي مباراتي الجوية والكهرباء والنفط والسليمانية، كلنا نعرف اللي صار وكلنا شاهدناه بالنت وبالتلفزيون وبالبرامج، وبالتأكيد شاهدنا ردة فعل الاتحاد بقرارات حقيقة قاسية وقوية، والكثير شد على يد الاتحاد بهذه القرارات لوقف يعني ظاهرة الشغب، ظاهرة تدخلات الجماهير، ما راح نقول هالمرة بعض الكل يعمل على أنه يتدخل فيما لا يعنيه من الجماهير الرياضية لكل الأندية، في أنه يحكم بكيفه، يتخذ القرارات بكيفه، لا يملك يعني ثقافة تقبل الخسارة، لازم فريق يفوز، لازم الحكم يساعده. هذه كرة قدم، الأهم هو أن تكون هناك مسيرة كروية حقيقية تدعمها الجماهير. نعرف كل أهمية الجماهير، روعتها في أن تكون متواجدة بالملاعب، لكن عندما يكون هذا الحب وهذا العشق أكثر من اللازم ينقلب ضده مثل ما يقول المثل. فبالتالي الجوية والكهرباء النفط والسليمانية مناقشة كل ما دار في هذه في هاتين المباراتين وفي ردود الأفعال راح نتابعها في حلقة اليوم اللي نبدأها بهذا التقرير. نتابع. ما شهده ملعب القوة الجوية من أحداث مؤسفة يندى لها الجبين، وما رأيناه من صور أخرى على أرض ملعب سليمانية هو أمر مرفوض تماما ولا يقبل به أحد، مما دعا لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم إلى تصدير عقوبات شديدة للناديين من خلال اعتبارهما خاسرين بثلاثة أهداف دون مقابل، مع نقل خمس مباريات خارج الديار وحرمان تواجد الجماهير فيها وغرامات مالية بملايين الدنانير، مع معاقبة بعض من لاعبي وإداري السليمانية أيضا. قرارات لم ترق للفريقين أطلاقا، والذين اعترضوا على اللوائح والقوانين معتبرين إياها قديمة ولم تجدد كبقية الدول، مع استغراب على بعض منها. فهل سنشهد بعض الطعونات والاستئنافات، أم أنها ستكون سارية المفعول وستطبق عليهم كما أقرت بحذافيرها؟ حقيقة صور صعبة ويعني مناظر حقيقة أيضا مؤلمة، وبالتأكيد إذا ما لم يعني يحاسب المقصرون بهذا الأمر راح تكون هناك عواقب لا سمح الله أصعب وأكبر وسوداوية أكثر من اللي شفناها. يعني أكثر من مرة تكررت الحالة، جماهير بعض الأندية تتدخل بما لا يعنيها. يا أخي أنت جاي للملعب، شغلك تشجع فريقك، تسانده خسران غالب متعادل، هذا واجبك، لا واجبك انت لا افهم من الحكم ولا الحكم عنده شيء ضدك يريد يخسر فريقك. بالتالي لازم نمتلك هذه الثقافه، ثقافه تقبل الخساره، ثقافه فهم القوانين، ونتعلم انه التشجيع هو تشجيع لغرض المسانده فقط وليس لغرض الثار والانتقام والتعدي والضرب. انا لا اتكلم عن جمهور الجويه فقط، يمكن يعني الأحداث لأن رافقت مباراة الجوية ورافقت مباراة السليمانية الكلام مقصود لهم، لا بالعكس مقصود للكل، مثل ما صارت ويا الجوية والسليمانية صارت ويا غير أندية وراح تصير أيضا بالمستقبل ويا غير أندية، وهذا ما لا نتمناه. حتى نحاول نعرف ردود الأفعال وكيف وصل هذا الموضوع، راح يعني اليوم راح نكون باتصال مع كل يعني أطراف الموضوع، اللي نبدأهم بالأستاذ رياض إبراهيم الأمين المالي لنادي القوة الجوية، اللي يسعدنا ويشرفنا حقيقة تواجده معنا بحلقة اليوم من اللاعب 12 عبر الشرقية. سيد رياض، بداية مرحبا بك بالشرقية وباللاعب 12، سعداء جدا بتواجدك معنا. سيد رياض، يعني أحداث مباراة الجوية والكهرباء بالتأكيد يعني ما زالت حديث الساعة، فبالتالي أنتم كإدارة للقوة الجوية حقيقة ما حدث بالتأكيد يؤلمكم قبل ما يؤلم الوسط الرياضي العراقي، كيف تعاملت إدارة القوة الجوية مع هذا الوضع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير أستاذ إبيان، وأشكرك على هذه الاستضافة ولإلقاء الضوء على برنامج الحقيقة
الأحداث اللي صارت في مباراة القوة الجوية والكهرباء، إحنا كإدارة نجب هاي التصرفات. والحقيقة هي حتى نتيجة المباراة كانت التعادل. بس أنت تعرف كل الزين اللي يتحمل وزر هاي هي قلة الحماية اللي كانت موجودة بالملعب. يعني أنا حتى أزيدك علم، أنا كنت جالس خلف مقيم الحكام اللي هو كريم سعدي. ومن البداية قلت أستاذ كريم ترى الحكم حتخرج المباراة من إيده. ومع الأسف اللي صار، بس إحنا كإدارة في اليوم الثاني من المباراة شكلنا وفد ورحنا للاتحاد كرة القدم. ووضحنا الملابسات وطينا المبررات. بس أنا أقول لك أستاذ بيان، يعني إحنا كإدارة حتى من صدرة العقوبات يوم أمس كان هنالك اتصال بالاتحاد ودينا كتاب رسمي. يعني أستاذ بيان أنت تعرف أنت ماكو هيك عقوبة. الآن المباراة أقيمت على ملعبنا. أما الفريق أو النادي يغرم بمبلغ 10 ملايين، المن نطي 10 ملايين؟ الملعب أنا اللي تضررت. أنا مو لاعب على نادي غير القوة الجوية حتى أدفع المال. النقطة الثانية أستاذ بيان، أن المباراة انتهت وبعد ضربة الجزاء الحكم نصب الكرة في السنتر ولعب الكرة وأنهى المباراة. وكتب في تقرير المباراة انتهت. أما القانون يخسرني، ماكو هيش قانون. الآن استندوا الاتحاد على تعليمات 2012. احنا الآن في 2014. تعرف التعليمات سنوية. سيد رياض نبلغ بها احنا هاي. سيد رياض بس لو تسمح لي قبل ما ندخل بهذا الموضوع، احنا راح نخوض به. يعني احنا عندنا كتاب الاستئناف وبعد شوية راح نشوفه على الهواء. يعني التلويح بالانسحاب من الدوري هذا حقيقي؟ اكو هيك قرار بإدارة القوة الجوية في حال استمرار هذه العقوبات اكون سحاب من الدوري؟ والله استاذ لا زالت اجتماعات الهيئه الاداريه متواصله. وانا قبل ما اجي للاستوديو كان اكو اجتماع للهيئه الاداريه. اريد نشوف ما يعني مصير الاستئناف مالتنا شنو. لم نبلغ بالاستئناف. الاستئناف حتى المباراه القادمه ما نعرف وين حتقام المباراه. الا قبل ساعه بلغونا بان المباراه ستقام على ملعب الشعب. طلبنا إقامة المباراة على ملعبنا بدون جمهور، لكن الاتحاد رفض. بينما مباراة السليمانية حتقام على ملعب السليمانية وبدون جمهور. وانت تصور استاذ بيان الوضع شلون حيكون. يعني انتم كقوة جوية، انتم كإدارة القوة الجوية، يعني الى حد الان قرار الانسحاب من الدوري العراقي مطروح على الطاولة تتناقشون به؟ نعم مطروح. ويعني اعتقد احنا يعني هذا يعني مو وضع ان انت تخسر مباراه. صح يا مجاميع، بس عمليه خساره الفريق اعتقدها مو منطقيه استاذ، مو منطقيه. وتقدر تسال يعني لجنه الحكام، طيب قانون يقول ان الفريق يخسر، ليش يخسر الفريق؟ شنو البنود اللي استندوا عليها؟ المباراه انهى الحكم انهى المباراه بالدقيقه 90. يعني المباراة انتهت. والأحداث صارت بعد نهاية المباراة. بعد نهاية المباراة. سيد رياض لو تسمح لي، الآن الأصدقاء المشاهدين دا يشوفون هذا كتاب الاستثناء الاستئناف العفو اللي بعثه الاتحاد العراقي، اللي بعث نادي القوة الجوية إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم، ومكتوب بإلحاقا بكتابنا المرقم 297 وردت معلومات من قبل وسائل الإعلام بالعقوبات التي طالت نادينا من قبل اتحادكم الموقر. الكتاب يوم 28، يعني البارحة أنتم بعثيه للاتحاد العراقي. كإدارة القوة الجوية استلمتوا كتاب رسمي بخصوص العقوبات من لجنة الانضباط، من الاتحاد العراقي، من لجنة المسابقات. لا استاذ، يعني تتصور استاذ عن لم نستلم الكتاب، وأنا مشرف الفريق السيد جاسم قاطع كان متواجد بالاتحاد. المفروض يجينا كتاب رسمي بإذن الله. اتفاجأ أن من الجمهور الموجود بالاتحاد هو اتبلغ بهذه العقوبات. من سأل السيد رئيس الاتحاد قال له أكو ناطق الإعلامي هو الأستاذ كامل صغير هو يبلغك بالعقوبات، المفروض يجي كتاب للنادي يقول تعاقب. فإحنا تفاجأنا أن طلعت القرارات بالوسائل الإعلام قبل ما نستلم الكتاب من الاتحاد كرة القدم. طيب أيضا إذا نرجع للورقة نفسها لكتاب الاستئناف، سيد رياض، يعني لم تبلغون رسميا الى الان بموضوعة
العقوبات، والكتاب يوم أمس، واللعبة قصار لها 3 أيام 4 أيام، وإحنا اليوم باليوم الخامس إدارة القوة الجوية لم تبلغ رسميا بالعقوبات. أكو أيضا بالفقرة رقم 2 معاقبة نادينا حسب لوائح اتحادكم الموقر لسنة 2012-2013، مع العلم أن المباراة جرت في موسم 2014-2015. اللوائح الجديدة، اللوائح الجديدة لهذا الموسم استلمتوها من قبل اتحاد الكرة؟ جاكم بها كتيب؟ جاكم بها إيميل؟ لا أستاذ، لا أستاذ، لم نستلم لوائح هذه السنة، بدليل الأخ حمزة هادي ظهر يوم أمس ببرنامج توقيت اليوم. نعم. وأعتقد نوى هذا، والأخ الناطق الإعلامي لنادي الزوراء حكى نفس المنطق بأن لم نستلم تعليمات 2014، لأن احنا بالبداية قالوا حتى حيظهر منهاج بمنهاج الدوري، لم نستلم المنهاج ولم نستلم أي تعليمات ل 2014. وتصور استاذ بيان الوضع، العالم تتقدم، احنا نرجع لورا استاذ بيان. طيب انتم ما شو اسمه، ما كلمتوا الاتحاد، ما قلتوا لهم يعني انتم شلون تعاقبونا على لوائح احنا لا مستلميها، لا اكو تنظيم، لا اكو ترتيب، انتم ما مستلمين لوائح العقوبات؟ استاذ شرحنا منطقنا. نعم. يقول احنا نمشي على لوائح، وين اللوائح؟ وين اللوائح استاذ بيان؟ وين اللوائح؟ اعتقد هسه مولا نادي مستلم اللوائح، وين طيب. اللوائح استاذ؟ المفروض حتى تطلع بوسائل الاعلام، وسائل الاعلام هم ما عندها هيك لوائح مال 2014، وانما لوائح 2012. احنا طيب. الان تعرف هاي اللوائح هي موسميه تنزل يعني. نعم. المفروض يبلغ بها النادي قبل من صار السحبه مال الدوري، يبلغ بها اذا اكو منهاج، ينطرح المنهاج ويعطي التعليمات حتى النادي، اي نادي يمشي على هذه التعليمات، وإذا كانت أكو شيء يصير عنده أي خبر أو علم بهذه التعليمات. طيب سيد رياض، أتمنى تبقى معنا لو سمحت. نذهب إلى نادي آخر تعرض للعقوبة في المباراة الأخيرة، نادي السليمانية في مباراة الاستضافها مع نادي النفط، ونعرف رأي النادي عبر السيد صلاح محمد كريم نائب رئيس الهيئة الإدارية لنادي السليمانية. بداية سيد صلاح، مرحبا بك باللاعب 12 عبر الشرقية، أشكرك شكرا جزيلا لانضمامك لنا. سيد صلاح، يعني رد فعل إدارة السليمانية مثل ما القوة الجوية لوحوا بالانسحاب، أيضا أنتم يعني كيف تعاملتم مع العقوبة؟ كيف تقبلتم عقوبة اتحاد الكرة؟ شكرا على الاتصال. بالنسبة لنادي السليمانية، كنادي السليمانية اعترضنا على قرار اتحاد كرة القدم العراقي الدائر المتحف بحق نادي السليمانية الرياضي، لكون هذا القرار ما يستند على اي اسس علميه ولا اي قانون دولي، حيث لم يصلنا اي لائحه من لوائح السنه الجديده. ولهذا فاننا اعترضنا اليوم في بغداد، وقدمنا كتاب رسمي بالاعتراض حول العقوبه على نادي السليمانية بالغرامة ووقف اللاعبين وخسارة الفريق، وهذا خسارة الفريق أستطيع أقول قرار زائر ومتحف بحق نادي السليمانية، حيث باقي المباراة دقيقة واحدة الوقت العصري وخمس دقائق الوقت الإضافي. نعم. حكم بلغ النادي النفط باستئناف اللعب واستمرار اللعب، لكن فريق النفط امتنعوا عن اللعب، حيث هذا الامتناع يعني انسحاب الفريق في الدقائق الأخيرة من المباراة، يعني خسارة الفريق 0-3. نعم. مع الأسف الشديد الخسارة في النادي السليماني، هذا قرار زائل ولا يسترد على أي. شلون راح تتعاملون معه؟ شلون راح يكون رد فعلكم سيد صلاح؟ شو راح تعاملون معه؟ يعني ايضا انتم كالقوه الجويه لوحتم بالانسحاب، قرار الانسحاب مطروح عندكم، ممكن تسحبونه من الدوري؟ نعم. قرار الانسحاب انتم لوحتوا بالانسحاب من الدوري، ما زالت فكره الانسحاب موجوده عندكم كنادي سليمانيه من الدوري اذا استمرت العقوبات؟ اليوم جلسنا مع الاتحاد، مع لجنه الطعون، مع اخوان في الاتحاد، وبلغناهم باعتراضنا على قرارات الاتحاد الزائره بحق النادي، وقلنا لهم بصراحه واعلنا كنادي السليماني الرياضي اذا ما يعدلوا هذا القرار، وخاصه القرار
الـ